اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره، فقرتنا الاخيره من حلقه اليوم، نجومنا كابتن محمد عبد الجليل. يا مساء الفل. مساء الجمال يا كابتن. مساء الحوادث والمحاكم والنيابه والتحقيق. ده على كده بقى، لو على ايامنا المواضيع دي بس احنا كنا بنحترم، يعني نخبط في بعض وندبح بعض في الملعب ونطلع بعد كده خلاص، ما حدش فكر. انت كنت بتتخانق اكتر من كده؟ لا لا لا، كان احنا كان زماننا لغايه دلوقتي فيه حوالي 10 لعيبه على مدار ال 30 سنه محبوسين لغايه دلوقتي، قواضي خناقات وتعدي على الحكام ومع بعض في اللعيبه. هو في اكتر مش عايز اقول لك ايه. لا غريبه عموما، بس كانت بتتاخد العقوبات انها بتحصل في ارض الملعب بس، يعني في لعيب ممكن توقف موسم، ممكن توقف نص موسم ماشي، بس في الاخر قرارات ايقاف من الهيئات الرياضيه خلاص، واي حد تعدى الكوره او النادي او الكلام ده. انا فاكر مره حمزه الجمال تعدى جامد جدا على عصام صيام، وعصام صيام كان حكم دولي كبير يعني، لا وحاجه تانية غير حكم دولي يعني، بوزيشن برضه بره في يعني، الراجل كان ليه سلطه ساعتها بحكم شغله ان هو ممكن يعمل كذا وكذا. الراجل ما فكر يعني، دي رياضه. اه حمزه اتوقف متهيألي نهايه الموسم او يعني خد عقوبه كبيره جدا جدا بس ما طلعتش بره الملعب. فاللي عمله وبعدين التصريح بتاع عامر العمايره ده، لانه هو لوائح رياضيه وفاهم قوي في الرياضه، يعني ايه رياضه، لا ده وصلها ان سحب الرخص بتاعت بيراميدز، يعني برضو دي ما فيش هزار. ممكن ملوش دور يعني، ممكن يبقى اللعيب بشكل منفرد هو اللي راح عمل البلاغ يعني، بس هي لكن الاول برحب بوليد الحديدي. تحياتي يا استاذ محمد ليك وتحياتي كابتن عبد الجليل. معلش خدتنا الخناقات كده المحكمه القضيه كانت كبيره. هل ممكن في الموضوع ده الاهلي يتدخل، يعني بحكم اللي قاله الكابتن عامر العمايره ان اللوائح بتقول كذا كذا كذا، بالاضافه ان احنا لا الهدف تبرئه حسين ولا ادانه الشيبي ولا تبرئه ترصد واقع يعني، بنتكلم كواقع يعني. هو اعتقد اللي هو جيم قانوني في الاخر يعني، الاهلي من حقه يلجا لكل الطرق اللي تحافظ على اللاعب بتاعه، وفي الاخر هو الاهلي لما بيدافع عن حسين الشحات بيدافع على واحد نجم من نجومه او لاعب من لعيبته، وفي طرف هو قال له اول حد عاقبه يعني، اول بالظبط جهه عقبه حسين الشحات كان بعد الماتش مباشره اعلن عقوبته يعني، بالظبط قبل حتى عقوبه لجنه المسابقات. فهو جيم قانوني، وبيراميدز او محمد الشيبي لجا للي يقدر يلجا له. اعتقد الاهلي كمان هيدافع، لا اذا كان بيراميدز او تشيبي شايف ان ده الطريق الصحيح، وكان يعني اللوائح بتقول العكس ده، بس في الاخر هو ده شايف الطريق اللي يحفظ حق اللاعب بتاعه. الاهلي من حقه، هو في موقف المدافع دلوقتي الاهلي، فمن حقه كمان يلجا. واعتقد ان احنا كمان كلمنا مصدر من اتحاد الكوره وقال لنا ان حسين الشحات من حقه يروح يقدم للجنه الانضباط بحكم اللائحه اللي هي الماده 38 ما يفيد ده حد ان في مجلس الاداره حد يعني؟ في مجلس اتحاد الكوره قال لسه من حقه، قال من حقه يقدم للجنه، ده ما حبش يدخل المداخله، بس ما حبش يقول اسمه، رفض ذكر اسمه مصدر رفض ذكر اسمه وقال من حقه بموجب اللائحه تقدم للجنه الانضباط وشكوته هيتم النظر فيها ومن حقه. فاعتقد هي قانونا انا ما بشوفهاش في اي حته في الدنيا يا كابتن، قانونا من حق الاهلي ومن حق لو وصلت الاتحاد الدولي، لا كمان من ممكن الشيء ده يتوقف فيها ان انت تخالفت اللوائح، لو بيراميدز مش داخل الموضوع الشيبي ده ممكن يتوقف فيها الاتحاد الدولي. حتى لو هو شايف انه حسين الشحات اخذ عقوبه اقل من اللي كان يستحقها من وجهه نظر الشيبي، هو الولد اللي جننه اكتر وخلاه مصمم على كده، ان حس ان حسين اتوقف شويه ورجع مكسر الدنيا وعمال ياخد في البطولات، وبيني وبينك قال لك انا خدت كشاف قوي فمش عارف اخد حقي، فالولد شغال اهو. بس هما كانوا اتصالحوا بعد الماتش؟ لا الصبح ده هو جه اوردر قال له كمل، ممكن ودي في اتصالحوا، لا دي في الغالب عشان كده هم اتصالحوا يعني على فكره، وحسين قال كده في النص اقواله، انا شفتهم هم دخلوا البعض امبارح، انا قلت حتى نص اقوال حسين الشحات، قال انا تلقينا تليفون من الكابتن هاني سعيد ومن الكابتن وليد مهدي وهم الاثنين في بيراميدز، الكابتن هاني تعرف مدير الرياضي هناك طبعا، وكلموا اخو شقيقه محمد الشحات وقال له، قالوا له يعني احنا عايزين الموضوع يتلم ويتصالح، فرحب جدا، وحتى كانوا قاصدين يبقى الصلح قدام الكاميرات والميديا عشان الواقع كانت قدام برضه الكاميرات والميديا يعني، ثم حصل التصعيد ده بعد كده. لا هو جاله اوردر صح، ولو بيراميدز رجليه جت في الموضوع باي شكل من الاشكال خطر عليهم بامانه، انما خلينا نقول انه لا يليق يعني، حتى لو اختلفنا على العقوبه اللي مقاله حسين، بعض الناس شايفاه قليل، ده وارد
من حقك تشتكي في اتحاد الكوره وتشتكي في لجنه المسابقات وتنوم العقوبه ضيقه او قليله او ان شاء الله تروح للاتحاد الدولي ان شاء الله تروح للمحكمه الرياضيه براحتك. لكن خارج الاطار ده انت بتفتح. هو ده هو ده يعني هو محمد الشيبي لاعب مغربي كبير كان بيلعب في الدوري المغربي قبل كده ما اعتقدش. واحنا كلنا بنشوف يعني الدوري المغربي ودوريات شمال افريقيا الدوري المغربي بتاع ياما شفنا خناقات واعتداءات ولاعيبه بتسب بعضها وحاجات كتير جدا حصلت وما اعتقدش ان في لاعب مغربي يعني محمد الشيبي عصره راح خد قدم شكوى ضد حد ببلاغ في الشرطه المغربيه. كله في اطار ايقاف قانوني من قبل اللجان المختصه ومن قبل اتحاد اللعبه المختص. فاحنا دي الواقعه دي انا ما شفتهاش في اي حته في الدنيا بصراحه ان حد يبقى في مشكله في ارض الملعب ما بين اتنين لعيبه خناقه سبب واتيفر هو ايه ويروح يقدم بلاغ في اسم وتتحول لقضيه وجنحه. دي غريبه جدا يعني كابتن عبد الجليل هو حرفيا لو ده اتطبق نص لعيبه مصر هتروح المحاكم المحاكم المدنيه. المحاكم ايه كان لازم في ناس لسه لغايه دلوقتي في المعتقل يعني كان على ايامنا لا يعني كمان في الدنيا كلها في الدنيا كلها يعني هات اي دوري في اي حته في العالم لازم هتلاقي كل موسم في واقعه اتنين في انفلات بيحصل بس بي 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 بتتصدى للوائح الرياضيه. يعني الانفلات ده الطبيعي طبعا الرياضه اخلاق في الاخر ومفيش حد ابدا يدافع عن خطأ احنا مش قابلين غير اخلاقي مش قابلينه خالص ما ينفعش احنا ناخدها كمثال بس انما برضه ما ينفعش ان انت تخرج من الملعب على المحكمه ما ينفعش يبقى حال معوال ما ينفعش. واتمنى العقلاء في بيراميدز يخلصوا الموضوع ده لان قانونا ما ينفعش وغير قانونا بقى يعني دي كوره طلعت نزلت ده كوره ولازم يبقى برضه درس لحسين الشحات انه لا يجب ان اعصابه تنفلت بهذا الشكل حتى لو تعرض لاستفزازات على مدار الماتش. مظبوط طبعا طبعا انت كده بتهدر من نفسك من طاقتك وبتهدر بتعطل نفسك يعني الايقاف اللي انت خدته وكون ان انت اصلا تخرج من تركيز راح تلعب كاس عالم للانديه وتحط نفسك في موقف ان انت تروح اسم وتقول او نيابه وتقول اقوال تخرج نفسك بره في ثلاث لعيبه كمان عشان يشهدوا ان كان ده بيستفزهم في الملعب يعني تخيل ثلاث شهاده اربعه يعني تخيل محمد طاهر وكهربا وقفشه والشناوي فماشي بيستفزنا وبتاع ده كوره الكلام ده يعني او بلغ الحكم يعني انت كلاعب في الملعب من حقك تبلغ الحكم. لا كابتن واحنا يعني ما لعبناش مع ناس استفزتنا كتير يا كابتن طب ده كان بيشتمك مثلا او بيزعلك بس لا في ناس كانت بتيجي تقرصك من دراعك وتديك يا كابتن والله في ليبيريا واحد مسكني كده من وداني وشدني جامد كده وبيكده بيستفزك والتوانسه كانوا يعني يمسكوك من هنا انت هتتنرفز معاهم ليه انت بتلعب كوره تحطها له بالرجله تبصي واحده حلوه تجيب جون بس يسكت انما انت عمال تشد معاه هو يشد معاك هو كسبانك. خد بالك ان الشيبي متفوق على فرقه الاهلي الماتشين بالاستفزاز ده خرج اللعيبه عن شعورها. انا عمري ما شفت علي معلول يطلع عن شعوره وفعلا لعيبه الاهلي كانت وحشه قوي كانوا بيستفزوهم وهو اللي كان ماشي كويس ويعمل اوفرات ده كان في السوبر تقريبا بس الاهلي كسب الماتش ده بس هو اللعيبه كان من بينالتي عليه معلول اوكي بس اتفرج على طول الماتش الولد الشيبي ده اوفراته من ناحيه حصلت مشكله لا بالعكس ده كان الماتش كان تقريبا نجم الماتش ده بالظبط كان عليه هو لعيب كويس جدا بس هو شاطر هو بيعرف يستفز اللعيب فبيخرجهم عن لان انت الشيبي لو حسين في فورمته هيفنطك لو قادر في فورمته هيفنطك كوره بجد انما انت اللعيب الكويس قوي تكسبه ازاي اللي تستفزه نرجع نقول بقى استاذ محمد يا كابتن عبد الجليل ان اتحاد الكوره تاني لازم يبقى عنده لوائح واضحه وصريحه هو البند واضح اهو لا وغير ده لا انا اقصد بعيدا بقى عن ان اللجوء انا اقصد بنود العقوبات بنود المسابقات وبنود الانضباط لازم تكون واضحه ونعلي المشكله ان احنا نعلي نعلي مقدار العقوبه اذا كان ده مش عامل انضباط في الملاعب لا نعلي ونرفع بدل ماتشين يبقى اربعه يبقوا ست حسين خد اربعه ولا ست ماتشين قليل قليل جدا ما يشوفوش غليل الكشاف اللي خده بصراحه يعني دي براءتها سته يعني لما تاخد براءه يبقى ست ماتشات بامانه الموضوع خلص فحركه زي دي مش اقل من 8 ماتشات 10 ماتشات كان هتهدى شويه الواد هيهدى شويه يعني لا بعيد ما ممكن ما هو هي القصه مش في ما هو انا معاك انه بس اقصد قليل اوكي كان يعترض داخل الاتحاد الكوره القصد كده يعني في الواقعه دي انت شايف انك ما خدتش الحق المناسب بتاعك تقدر تلجا هو الواد كان هيلجا هنا قانونيا كان هيلجا هنا والله بس هي الاوردر اللي جاله بس هو زق بس انما الولد لا كان هيروح هنا ولا هنا الموضوع خلص
طيب عموما خلاص هنشوف الايام الجايه هتسفر عن ايه.